السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج الـ ICT او الـ Information and Communication Technology Primary 5 او الصف الخامس الابتدائي ترم 1 الترم الاول. والنهاردة بنشرح مع بعض Lesson 3 او الدرس الثالث Networks أو الشبكات. عايزين نعرف يعني إيه شبكات الأول علشان لما نيجي نتكلم في تفاصيل الدرس نبقى فاهمين إحنا بنتكلم عن إيه. Networks أو شبكات هي أي صلة بين مجموعة من الأشخاص أو بين مجموعة من الأشياء. الصلة دي أو الكونكت دي اللي بين الأشخاص دول أو الأشياء دي بتخليهم يقدروا يتبادلوا مع بعض المعلومات والبيانات بمنتهى السهولة. يعني مثلا انت عندك جوه بيتك في نتورك بينك وبين باباك ومامتك واخواتك، بتقدروا عن طريق النتورك دي وهي حتى حاجة غير ملموسة بينك وبين بعض تتكلموا مع بعض، تتبادلوا البيانات والمعلومات اللي انتوا بتعيشوها في حياتكم اليومية. لو انت عندك جوه بيتك مثلا في اكتر من جهاز كمبيوتر، كمبيوتر في البيت عندك في الأوضة بتاعتك، وكمبيوتر في أوفيس أو في الأوضة بتاعت باباك، وكمبيوتر في أوضة أخوك مثلا. يعني إحنا بنقول مثلا الكمبيوتر دي أو الأجهزة الحاسب الآلي دي علشان نقدر ننقل البيانات من جهاز فيهم للتاني لازم يكون في بينهم وبين بعض كونكشن أو نتورك أو شبكة. النتورك أو الشبكة دي بتبقى بينكو بين الأجهزة وبين بعضها جوه البيت، ودي بتبقى شبكة صغيرة، شبكة محلية. الشبكة الصغيرة أو المحلية دي بنسميها local network أو LAN. في network أكبر أو شبكة أكبر وكلنا عارفينها، وهي طبعا شبكة الإنترنت اللي احنا كلنا بنستخدمها. شبكة الإنترنت دي شبكة عالمية، ممكن يكون عندك في البيت كمبيوتر واحد بس انت بتوصله بالإنترنت، فبالتالي بتوصله بملايين أجهزة الكمبيوتر حول العالم، يبقى دي نتورك برضو بس دي مش شبكة صغيرة، دي شبكة كبيرة ودي اسمها شبكة الإنترنت زي ما احنا كلنا عارفين. طبعا هنا في الدرس ده بيفهمنا بقى يعني ايه نتوركس او يعني ايه شبكات، وبيقول لنا تاريخ التطور بتاع النتوركس او الشبكات من اول ما اخترعوا شبكات او نتوركس في سنة 1980 والتطور اللي حصل عليها في التسعينيات وبعدين في سنة 2000 لحد النهاردة. احنا دي الفكرة البسيطة بتاعت الدرس، تعالوا بقى نقرأ التفاصيل ونفهم اكتر ونتكلم اكتر في التفاصيل. طبعا زي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، لو مش معانا الكتاب بتاعنا يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه، ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا Lesson 3 Networks شبكات Engage. طبعا هنا بيقول لنا What does the word network mean to you؟ يعني ايه كلمة شبكة او network بالنسبة لك؟ How many networks digital or otherwise؟ يعني كم من الشبكات digital يعني رقمي or otherwise أو أنواع تانية do you think you have or you have dealt with؟ أنت تعتقد أن أنت عندك في البيت أو أنت تعاملت معها. طبعا هنا ده سؤال علشان يخليك تقدر تفكر في كم نوع من أنواع networks ممكن يكون موجود في حياتك. فبيقول لنا هنا learn تعلم networks شبكات or groups of people هي مجموعات من الناس or things أو الأشياء that are connected to each other اللي هي متوصلة ببعضها البعض for a common purpose for a common purpose لهدف أساسي لهدف واحد. Think about your family فكر في أسرتك from your parents من أول باباك ومامتك to your cousins لأولاد عمك وولاد خالك وبنات عمك وبنات خالك. It can be thought of as a family network ممكن تكون نوع من أنواع شبكات الأسرة، إن أنت يكون بينك وبين باباك ومامتك وقرايبك نتورك معينة بتتواصلوا مع بعض together معا. يعني you from links that created أنت واحد من الوصلات اللي أنشأت النتورك دي. ما أنت طبعا في بينك وبين قرايبك وبينك وبين باباك ومامتك link أو صلة، فاحنا عايزين نعرف كلمة link يعني صلة
او وصلة، انت واحد من الوصلات اللي بتكون الفاميلي نتورك دي او الشبكة العائلية دي. هو هنا بيدينا مثال مش اكتر علشان يفهمك يعني ايه نتورك او يعني ايه شبكة. You bond، انت وصلة، and communicate، وبتوصل، with each other، بينهم وبين بعض. Sharing، بتشارك، support، الدعم، and experiences، والخبرات. بتشاركهم طبعا دعمك لو هم عندهم اي حاجة محتاجين فيها support او دعم، والاكسبيرينس او الخبرة لو انت عرفت حاجة هم لسه ما عرفوهاش، او عندك معلومة معينة هم لسه ما يعرفوهاش بتشاركها معاهم، بتعمل لها sharing. similarly يعني بنفس الشكل. computer networks، شبكات الكمبيوتر. connect computers with each other، بتوصل الكمبيوترز ببعضها البعض. to share important information، علشان تشارك المعلومات المهمة. and data، والبيانات. طبعا هنا بيقولك you may have your own personal computer network at home، انت ممكن يكون عندك شبكة الكمبيوتر الخاصة بيك في البيت. زي ما قلنا من شوية، لو انت عندك اكتر من جهاز كمبيوتر في البيت وحابب توصلهم ببعض، ده بتعمله عن طريق نتورك صغيرة بينهم من بعض جوه البيت. if you have a computer connected to another computer or device such as a printer or router، لو انت عندك في البيت الكمبيوتر بتاعك موصله بديفايس تاني او بكمبيوتر تاني، زي مثلا البرينتر، ممكن لو عندك برينتر او طابعة، او الراوتر، او الراوتر اللي هو بتاع الانترنت طبعا كلنا عارفينه، then you have your own personal local area network، علشان كده يبقى انت عندك الشبكة الشخصية المحلية بتاعتك في البيت. personal يعني شخصي، local يعني محلي، area يعني منطقة، network يعني شبكة. فبنختصر كل الجملة الطويلة دي وبنسميها LAN، LAN. ده بنرمز بيه للشبكات الصغيرة اللي احنا قلنا عليها في البيت او في المدرسة مثلا، في معمل الكمبيوتر، الكمبيوترات متوصلة ببعضها جوه معمل الكمبيوتر، مش متوصلة بحاجة تانية، دي اسمها لان، لان او شبكة صغيرة، شبكة محلية. ممكن تبقى اللان بتاعتنا او شبكة الكمبيوتر الصغيرة بتاعتنا المحلية بتاعتنا دي موصلينها بشبكة الانترنت، الشبكة العالمية، فبالتالي يبقى عندنا اللان بتاعتنا جزء من شبكة كبيرة قوي هي شبكة الانترنت او الشبكة العالمية. هو هيقولك المعلومة دي دلوقتي، بس هو بيقولك ده اسم الشبكة الصغيرة اللي ممكن تكون عندك في البيت. طبعا بيقولك هنا كمان the internet is a network that connects computers، الانترنت برضو هي شبكة بتوصل الكمبيوترات، and the people using them، والناس بتستخدمها، from all around the world، من كل انحاء العالم، to connect your computer، علشان توصل الكمبيوتر to the internet، بالانترنت you need a gateway، انت محتاج بوابة. الجيتواي او البوابة دي اللي هي بيديها لنا الراوتر اللي احنا عندنا في البيت، الراوتر بتاع الانترنت ده اسمه الجيتواي، الجيتواي او البوابة. such as، مثل، a router، اللي هو الراوتر اللي عندك في البيت، which connects، اللي بيوصل your computer، الكمبيوتر بتاعك، to an ISP، احنا عرفنا الـ ISP المرة اللي فاتت اللي هي الانترنت سيرفيس بروفايدر، او اللي هي الشركة اللي بتدي لك خدمة الانترنت في البيت عندك، زي فودافون وزي اتصالات وزي اورنج وزي اي شبكة موجودة في البلد اللي انت بتستخدم فيها الانترنت، فدي اسمها الـ ISP او الانترنت سيرفيس بروفايدر. فانا بيعرفك ان انت بتجيب الجيتواي او الراوتر من الـ ISP او من شركة الانترنت، الانترنت سيرفيس بروفايدر. فهنا بيقول لك مثلا الانترنت سيرفيس بروفايدر دي such as، زي the internet service provider by Egyptian companies to citizens، زي شبكات المصرية اللي بتخدم المواطنين المصريين اللي عندنا في مصر. بيعرفك هنا كمان شكل الجيتواي بتوصلك بعالم عامل ازاي. شايف في الصورة دي، في الصورة اللي في الكتاب بيقول لك جيتواي A means، هي وسائل، of access، للوصول، to something، لشيء ما. هي بوابة بتوصلك بملايين الكمبيوترز حول العالم.
فلو انت مثلا في المكان ده وعندك الجيت واي او الراوتر بتاعك، شو ممكن تتوصل بناس قد ايه حول العالم. هنا بيعرفنا كمان وبيقول لنا ال World Wide Web او ال WWW اللي بنكتبها في اي عنوان انترنت. مثلا لو انت عايز تدخل مثلا على موقع اليوتيوب، بتكتب في الاول www.youtube.com. www دي اختصار لكلمة World Wide Web او الشبكة العنكبوتية العالمية. World يعني عالم، Wide يعني كل العالم، ويب يعني شبكة او شبكة عنكبوت اللي احنا بنسميها. فWorld Wide Web يعني الشبكة العنكبوتية العالمية، وبنختصرها بالحروف الثلاثة دول www. فدي بنكتبها في كل عنوان من عناوين المواقع اللي على الانترنت. اي موقع بنبدأه ب www وبعدين بنحط دوت او نقطة، فعلشان كده دي بارت او جزء من اي عنوان خاص بأي موقع على الانترنت. فهنا بيقول لنا www is a part of internet network، هو جزء من شبكة الانترنت. يعني مثلا زي ما قلنا اليوتيوب ده موقع او ويب سايت على الانترنت، فده مكان او جزء من شبكة الانترنت العالمية. made up of web pages، هو مصنوع مثلا زي ما قلنا اليوتيوب معمول من صفحات، صفحة فيها قناة فلاش التعليمية، صفحة فيها الجروبس او المجموعات اللي على الانترنت، زي مثلا الجروب بتاع فلاش التعليمية على الفيسبوك، صفحة تانية مثلا في لو في اليوتيوب مثلا فيها الفيديوهات الخاصة بسنة خمسة ابتدائي، صفحة فيها الفيديوز بتاعت سنة رابعة، وهكذا. فهنا بيقول لك ان www او الثلاث حروف دول بتبقى جزء من عنوان موقع على الانترنت، والموقع ده بيبقى مصنوع او معمول من صفحات pages that people can navigate، اللي ممكن الناس navigate يعني تبحر فيها، تستكشفها، تخش عليها وتشوف المحتوى بتاعها. تمام. فهنا بيقول لنا مثلا the Egyptian knowledge bank، موقع بنك المعرفة المصري طبعا، is on the، هو موجود على www. available for free to all Egyptian who registered on the site. هو موجود على ال بيبدأ طبعا عنوانه بال www. وهو متاح مجانا لكل المصريين اللي سجلوا الدخول عليه. طبعا هنا كل ده بيعرفك يعني ايه networks او يعني ايه شبكات، لان لما يجي لنا اسئلة على الجزء ده وعلى الليسون دي لازم نكون فاهمين. زي ما قلنا في اول شرح المنهج، الفهم اهم حاجة في منهج الكمبيوتر او الاي سي تي. لما تفهم كويس هتقدر تحفظ المعلومات بمنتهى السهولة بعد كده، وهتقدر بعد كده لما نيجي نحل اسئلة مع بعض تجاوب على اي سؤال، ولو حتى السؤال معرفتش تجاوب عليه اول ما تعرف اجابته هيخش في دماغك مش هيخرج منها تاني. فبيقول لنا هنا another type of networks، نوع تاني من انواع الشبكات، is an intranet او هي شبكة الانترانت. intranet unlike the internet، هو مش زي الانترانت، مش انترنت بقى، انترانت دي مش زي الانترنت. it's private restricted to only those، هي شبكة خاصة ببعض الناس متسجلين عليها بس. ده اسم لشبكة من شبكات اللان، بس هي اسمها انترانت. ده نوع كده من انواع الشبكات موجود بين مجموعة من الاشخاص، وبيكون private او خاص بيهم هم بس. بس دي مش جوه مكان واحد، دي ممكن تكون موجودة بين ناس في اماكن مختلفة. يعني مثلا طلبة مثلا في مدرسة معينة وطلبة في مدرسة تانية، هما مش موجودين في نفس المكان، المدرستين حابوا يعملوا بينهم وبين بعض شبكة خاصة بيهم هما بس. الشبكة دي في الحالة دي اسمها انترانت. ليه؟ لان هما مش موجودين في نفس المكان، فما ينفعش نقول عليها لان،
مدرسة موجودة في مكان ومدرسة موجودة في مكان تاني، بس هم عايزين يعملوا بيهم شبكة لوحديهم. فالشبكة دي اسمها انترانت، او شبكة خاصة بيهم، برايفت نتورك خاصة بيهم. الانترانت دي طبعا مش زي الانترنت، الانترنت شبكة عالمية مفتوحة لكل الناس. الانترنت دي بتكون مفتوحة للناس اللي متسجلين عليها بس، المتوصلين بيها بس، restricted يعني ما ينفعش حد يخش عليها تاني، هي restricted يعني محظورة to only those that are part of the business، محظورة ومفتوحة بس للناس اللي متوصلة بيها بس. هو بيدي كلام مثال بيقولك school مدرسة or organization أو منظمة يعني شركة كبيرة that it is connecting اللي هي متوصلة بيها. يعني مثلا زي ما قلنا مدرستين متوصلين ببعض دي بينهم انترنت، شركتين مثلا او شركة ليها فروع مثلا في حتت معينة في العالم مش عايزة حد يخش على الشبكة بتاعتها، بيعملوا لنفسهم انترنت او شبكة خاصة بيهم علشان يقدروا يبعتوا بيه لبعض البيانات من غير ما حد يطلع عليها غيرهم. فده نوع من انواع الشبكات برضو. يبقى احنا عرفنا في عندنا 3 انواع دلوقتي، اول نوع اللي هو اللان او الشبكة المحلية اللي ممكن تكون في مكان واحد بس زي عندك في البيت او في المدرسة في معمل المدرسة، ودي بتبقى شبكة بين مجموعة من الكمبيوترز او كمبيوتر وراوتر او كمبيوتر وبرينتر او كمبيوتر واي ديفايس تاني، ودي بنسميها لان. في عندنا الانترنت او شبكة الانترنت العالمية وكلنا عارفينها. في نوع ثالث اللي هو الانترانت، دي شبكة برضو برايفت او خاصة، بتبقى restricted محظورة to only those that are part of the business، هي محظورة ومفتوحة بس للناس الجزء من الشبكة دي مش لأي حد تاني. هنا بيقول لنا a school's computer lab، معمل الكمبيوتر اللي في المدرسة، could have its own closed computer network، ممكن يكون ليه الشبكة المقفولة بتاعته هو لوحده. some networks، بعض الشبكات، described بتتوصف above are open and accessible to all، ان هي مفتوحة وتقدر اي حد يتوصل بيها. A closed network، الشبكات المقفولة، such as one in computer lab، زي اللي موجودة في معمل الكمبيوتر، may only have computers linked by cables، هي ممكن تكون فيها الكمبيوترز بتاعتها متوصلة بكابلات only، to allow for file sharing، علشان تقدر تعمل مشاركة للملفات بينهم. فهنا بيعرفك ان لو هي closed network زي بتاعت معمل الكمبيوتر في المدرسة دي محدش هيقدر يخش عليها غير الكمبيوترز المتوصلة فيها، لكن لو هي open network ممكن اي حد يخش عليها، وطبعا ال open network زي الانترنت. هنا بيدي لك صورة تانية بيوري لك ان الانترنت وشبكة الانترنت موصلة كمبيوترز كل انحاء العالم، وبيقول لك كيبل، الكابل، along connector هو موصل طويل، that transmit اللي بيحول او بيوصل data البيانات، or power او الطاقة، between devices بين الاجهزة، example على ذلك او مثال على ذلك ethernet cable او كابل الايثرنت اللي احنا اتكلمنا عنه في الدرس اللي فات. طبعا هنا بيورينا في الكتاب التطور اللي حصل بقى على النتوركس او الشبكات. كان في الاول خالص في الثمانينيات لما عملوا نتورك، اول ما عملوا النتوركس كانوا بيوصلوها بحاجة اسمها دايل اب انترنت كونكشن، ولو بابا وماما يفتكروا عندكم في البيت او التيتشر بتاعكم هيقول لكم، طبعا هي كانت بتبقى السلك بتاع التليفون، كانوا بيدخلوه في حاجة اسمها مودم في الكمبيوتر من ورا، وشركة انترنت معينة كنت بتكتب اسمها اليوزر نيم والباسورد بتاعتها اللي بيعلنوا عنها في التلفزيون علشان تتوصل بالانترنت، وكانت بطيئة وضعيفة جدا. فهنا بيقول لك الدايل اب انترنت كونكشن دي يوزد فون لاين، بتستخدم فيها خط التليفون، تو كونكت تو انترنت علشان تتوصل بالانترنت، وكانت مفيش مواقع انترنت كتيرة ساعتها، كانت حاجة بسيطة قوي. وبيقول لك هنا couldn't use phone، مش هتقدر تستخدم التليفون طبعا لان انت موصل السلك بتاعه بالكمبيوتر، when on internet لما تبقى على الانترنت. وبيقول لك slow بطيئة but stable، لكن كانت ثابتة، stable connection طبعا يعني ايه
يعني كونكشن ثابتة أو وصلة ثابتة. في الثمانينيات بعد كده ليت 80s أو في الثمانينيات بعد كده بعد في أواخر الثمانينيات يعني سنة مثلا 88 و89 بدأوا يخترعوا حاجة اسمها ديجيتال سبسكرايبر لاين، اللي هو احنا بنختصرها بدي اس ال اللي احنا كلنا عارفينه. ده طبعا اخترعوه في أواخر الثمانينيات. فبيقول لك هنا ده بقى مستو ايه، a high speed connection، وصلة سريعة وسرعتها عالية، that uses اللي بتستخدم the same home phone، نفس خط التليفون بتاع البيت، wires اللي هي الأسلاك بتاعته، to connect to the internet علشان تتوصل بالإنترنت، allowing the phone بتسمح بقى ان انت تقدر تستخدم التليفون and the internet to be used simultaneously. simultaneously يعني بشكل متوازي، يعني تقدر تستخدم الاتنين مع بعض. زي ما احنا عارفين احنا في البيت عندنا بنوصل اول حاجة الراوتر بخط التليفون عن طريق حاجة تانية اسمها السبليتر، وخط التليفون نفسه بيبقى جوه التليفون، فتقدر تستخدم الانترنت وتستخدم ال DSL او خدمة الانترنت برضو، وتستخدم التليفون الارضي في نفس الوقت. فبالتالي مش دلوقتي تقدر تستخدم الاثنين مع بعض، مش زي الدايل اب انترنت كونكشن اللي كان موجود قبل كده. بيقول لك هنا بعد كده في التسعينيات بدأوا بقى يعملوا مواقع كتير على الانترنت، بدأت الناس تدخل على الانترنت بشكل كبير، فكان لازم يعملوا مواقع الناس تدخل عليها بشكل كبير. فهنا بيقول لك بقى emerging of the world wide web abbreviated to www. بدأوا بقى عملوا اختصار www علشان يكتبوا المواقع وعناوين المواقع، which is a large set of web pages. وعملوا مواقع كتيرة جدا that are linked to each other، اللي متوصلة ببعضها البعض using hyperlinks، طبعا عن طريق الهايبرلينكس. الهايبر لينك الترجمة بتاعتها الارتباط التشعبي، بس هي معناها اللينك اللي او العنوان اللي انت تدوس عليه كده بيبقى لونه ازرق، تدوس عليه يروح فاتح الموقع على طول. فهو بينهم وبين بعض وصلات او هايبر لينكس على شبكة الانترنت، فتقدر تخرج من موقع وتخش على موقع تاني بمنتهى السهولة. طبعا بعد الالفينيات بقى بيقول لك هنا ظهرت اجهزة الواي فاي، الواي فاي ديفايسز بيكم بوبيلر او اصبحت شائعة. الواي فاي ديفايسز طبعا كلنا عارفينها، وحتى الواي فاي مودم اللي كان بيتباع ولسه بيتباع لغاية دلوقتي للناس اللي ما عندهاش خط تليفون ارضي في البيت، ممكن تجيب مودم كده من شركة الانترنت ويبقى جواه سيم كارد او شريحة، وبتقدر تدخل على الانترنت من غير ما يكون عندك خط تليفون ارضي. can now access internet from your smartphone. انت ممكن كمان تدخل الانترنت من التليفون الذكي بتاعك. Portable Internet Service الشبكة، طبعا خدمة الإنترنت المحمولة. Hotspots إن أنت تشارك الإنترنت اللي على التليفون بتاعك مع حد تاني. To allow you to access the Internet anywhere علشان بتسمح لك إن أنت تروح وتدخل الإنترنت توصل بالإنترنت في أي مكان في الدنيا. On a smartphone على التليفون الذكي بتاعك can help provide Internet service to other devices. انت ممكن تشارك الانترنت اللي عندك على التليفون بتاعك مع اجهزة ثانية. you may have as well انت الاجهزة دي عندك برضو. احنا كده كنا عرفنا كل تفاصيل درس النهاردة، وطبعا هنحل اسئلة على الدروس دي، ولما نحل الاسئلة المعلومة بتاعتها هتكون دخلت جوه دماغنا ما تخرجش تاني. زي ما قلت لك اهم حاجة ان انت تفهم الدرس بيقول ايه علشان لما نيجي نحل الاسئلة تبقى فاهم الاجابة دي اتقالت ليه. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.